أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في برنامجكم ساعة مع نبال. النهاردة الحلقة هتكون مختلفة ومتنوعة. هنعرض مع حضراتكم أهم الترندات اللي حصلت خلال الأسبوع، وكان من أهمها وأشهرها طبعا موضوع التطبيق تحريك صور الموتى، وطبعا ناس كتير قوي استخدموه، ويعني في منهم اللي اتبسط منه كتير، لكن طلع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر وقال إن التطبيق ده حرام شرعا، وإن احنا كده يعني الناس اللي ماتوا دول راحوا يعني عالم تاني، عالم الغيب، واحنا كده يعني بنقوم بانتهاك خصوصيتهم. لكن دار الافتاء المصرية قالت ان مفيش مشكلة، وصرحت ان مفيش مشكلة من استخدام التطبيق لو كنا هنستخدمه بشروط وبانضباط معين، وصرحت ان التطبيق يعني يجوز استخدامه وإنه مش حرام. لكن في حتة تانية تعالوا نتكلم فيها من موضوع تطبيق التطبيق الجزئية تحريك صور الموتى. علماء النفس بيقولوا إن مفيش مشكلة أبدا من إن نستخدم التقنية دي أو التطبيق ده، لأن ده ممكن يدخل السعادة والسرور والفرحة على بعض الناس، لكن لازم الناس اللي تستخدم التقنية دي أو التطبيق ده لازم يبقوا متأكدين تماما من إن عندهم صحة نفسية سليمة. ليه بقى؟ لأن ممكن أنه يعمل حالة من التوتر والقلق وقلة النوم، وممكن يوصل لحالة الاكتئاب. يعني رأي الدين واضح ومحدد أن بيجوز استخدام التطبيق، ورأي علماء النفس أن برضو ممكن تستخدمه، لكن لو أنت متأكد أن أنت عندك صحة نفسية سليمة. لكن في جزئية تانية عايزة أتكلم معاكوا فيها في موضوع التقنية دي أو التطبيق تحريك صور الموتى بالذات. يعني في ناس كتير بتاخد وقت كبير على ما تتقبل فكرة الفراق وتقدر إنها تتغلب على الألم والحزن اللي موجود جواها. ففكرة يعني تحريك الصور بالشكل اللي احنا شفناه ممكن يخلي فيه استرجاع تاني للألم وللحزن وللأوجاع اللي هم ممكن يكونوا أخدوا وقت كبير على ما قدروا ان هم يتغلبوا عليها. طبعا يعني مستحيل الناس اللي احنا بنحبهم وفرقونا ان احنا ممكن ننساهم، لكن بنقدر نتعامل مع الحياة ونتغلب على الوجع والألم والحزن. فالموضوع نفسيا ممكن يسبب مشاكل تانية، يعني ممكن يظهر تاني الألم ده ويظهر الوجع ده ويخلينا ندخل في حالة من الاضطراب النفسي، وممكن يوصل لمرض الاكتئاب بالفعل، لأنك وانت بتتفرج على الصورة بتحس ان الصورة بتكلمك، بتحس انها يعني ان حاجة حية قدامك، واعتقد ان ده يعني بتثير مشاعر جوانا ممكن يبقى ليها تأثير يعني مختلف، وتأثير يعني مش سليم نفسيا علينا، وممكن يدخلنا في دوامة كبيرة من الحزن تاني ومن الألم، ومن يعني ان احنا نقعد نتذكر ذكريات معينة بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننساها، مش ننساها، بنتناساها مع الوقت. لكن
الدكتور أحمد كريمة كان له رأي وقال إن الجزئية دي إحنا كده بنقوم بانتهاك خصوصية الموتى، وإن هم في عالم تاني، وإن المفروض إن إحنا ما نستخدمش التطبيق ده، وعشان كده صرح إن هو حرام شرعا. لكن طبعا دار الإفتاء صرحت إن بيجوز استخدامه لو ما فيش أي يعني إساءة أدب في الاستخدام أو سخرية، يعني إن هي ما تبقاش مادة للتهريج والهزار، زي ما حضراتكم عارفين إن بعض التطبيقات بتتحول بعد كده لمادة من الفكاهة وال يعني انتوا عارفين حضرتكم الشباب بيعملوا ايه وبيتصرفوا ازاي، فما فيش اي مشكلة خالص. لكن كمان علم النفس كان له يعني وجهة نظر، وكان بيراعي ناحية معينة في نفسيتنا، ممكن ان باستخدام تطبيق زي ده وتحريك الصور يعني تسير جوانا أحزان تانية وألم ووجع. وفي ناس بيبقى عندهم حالة كده، حتى مش بيقدروا الناس اللي هم افتقدوهم إن هم حتى يشوفوا الصور بتاعتهم. يعني أنا أعرف ناس إن في مثلا في فيديوهات أو في صور بتجمعهم مع الأب أو الأم، من كتر ما مجرد إن هم يشوفوا الصورة أو تتعرض قدامهم بيسبب ليهم ألم شديد جدا، وبيسبب لهم حالة من يعني حالة نفسية صعبة. يعني ففي ناس حتى بعد وفاة مثلا شخص قريب بيشيلوا خالص الصور وبيشيلوا الفيديوهات وما بيبقوش عايزين يشوفوا خالص الناس اللي هم بيحبوهم أو تأثروا لعدم وجودهم، إن هم يشوفوا صورهم، لأن ده بيحيي الحزن تاني وبيحيي حالة الصدمة اللي موجودة عندهم واللي بيشعروا بيها. في نفس الوقت برضو في ناس بيحبوا جدا ان هم يذكروا الأموات دايما وهم قاعدين، وبيحبوا جدا يتفرجوا على الصور لأنه بيعتبروا ان ده جزء من تاريخهم وهي الذكريات، وان هو حتى لو هو فارقني او فارق الشخص في الحياة، لكن ذكرياته وصوره والحاجات الجميلة اللي كانوا بيعملوها سوا بيقعدوا ويفتكروها وبيستمتعوا بده. وده برضو شيء غريب جدا، ازاي ان حاجة زي دي ممكن تأثر بشكل سلبي على مجموعة من الناس، وفي نفس الوقت ممكن تسبب الفرحة والسعادة على أشخاص يعني تانية. ده برضو كان برضو يعني شيء ملفت للنظر. لكن في الأول والآخر دايما أي تطبيق أو أي تقنية جديدة بتظهر، الأمر كله بيبقى متوقف على الأفراد وعلى استقبالهم للتطبيق، وإن هم متقبلين ولا لأ، وإن ده هيعود عليهم بسعادة ولا بألم. لكن برضو بأكد إن لازم ضروري جدا 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 الناس اللي ممكن يسبب ليهم استخدام تطبيق زي تطبيق تحريك صور الموتى أي ألم أو أي وجع، إن هم يبعدوا تماما عنه، لأنه فعلا ممكن الموضوع يوصل لمرض الاكتئاب ده بالفعل. طبعا برضو حتة يعني أو جزئية إن إحنا نخلي صورة ثابتة قدامنا تتحول يعني لشيء متحرك
يعني أنا لما شفتها حسيت وكأن الصورة بتتكلم معايا، يعني لما شفتها في إن الناس استخدموها، في منهم من الصور كنت أعرفها وفي اللي معرفهمش، لكن حسيت إن الصورة بتتكلم معايا. فبرضو ده بتخلق مشاعر وأحاسيس من الحزن ومن الألم ومن افتقادنا للفرد اللي في الصورة، وبالذات لو كان أب أو أم أو أخ أو أخت. أنا بشوف إن الأمور دي برضو بتألم، وإنها يعني ممكن توصل لاتجاه يعني سلبي وأثر سلبي علينا، وتجدد حالة الحزن وتجدد حالة الألم اللي احنا بنمر بيها ومتأثرين بيها. المفروض ان هيكون معانا مداخلة علشان نتكلم في يعني هل تطبيق تحريك صور الموتى حرام أم حلال، ولا إحنا ناخد بيه ولا ما ناخدش بيه. أنا مش عارفة المداخلة موجودة معنا. ألو، أهلا يا فندم، إحنا معنا الشيخ عطية محمد من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا أستاذة. حضرتك شفت التطبيق الجديد اللي موجود دلوقتي تحريك صور الموتى؟ حضرتك بتشوف ان التطبيق ده حرام ولا لا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في لغط في الموقف الشرعي والفقهي في الايام الاخيرة بالنسبة لتحريك الصور الثابتة بين رأيين. الرأي الأولاني زي ما أنا سمعت من حضرتك، رأي بيعتبر أنه هو حرام شرعا بالظبط، وله يعني أدلته بيستند على أنه هو انتهاك لخصوصية الميت واقتحام لعالم الموتى دون إذن منهم. تمام. وده رأي طبعا العالم دكتور كريمة نجله ونحترمه لعلمه وشخصه، لكن دار الإفتاء ردت على هذا القول وقالت إن الأمر مباح لكن بالضوابط. تمام. وردت على الأدلة اللي استند عليها فضيلة مولانا الدكتور كريمة، وقالت إن هو الضوابط اللي هي وضعتها اللي هو ألا يشتمل تحريك الصور على سخرية أو سوء أدب مع الميت. يبقى احنا طلعنا من انتهاك الخصوصية. لما هما بيتكلموا دار الإفتاء اتكلمت على إن لابد أن يراعى خصوصية من أفضى إلى ربه، بألا يشتمل تحريك الصور يعني اللي هي ثابتة على سخرية أو سوء أدب مع الميت، وإن الأمر ده لا يؤدي إلى التدليس أو الغش أو الضرب بالغير. تمام. وكمان إن هو ما يكونش وسيلة لتجديد وزيادة الأحزان، لأن إحنا منعنا عن تجديد الأحزان. لو إن الضوابط هذه أخذت في الاعتبار يبقى الأمر في الأشياء الإباحة، لأن إحنا عندنا قاعدة أصولية أستاذة تقول أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل للنهي. إحنا عندنا المنهيات عندنا محصورة، لذلك لما جه القرآن يتكلم عنها فصلها، فقال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. تمام. وقال ربنا برضو في آية أخرى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق. ف
فذكر المهليات، والنبي لما جه يتكلم في بيعة العقبة تكلم وقال لأصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فذكر الأمور المنهية عنها أو الأمور المحرمة، فلو أن الأمر محرما لذكر، فمعنى أنه لم يذكر وجاء بتقنيات حديثة فلا مانع من ذلك ما دام أننا فضيلة الشيخ. نعم. حضرتك بتنصح بأن احنا نستخدم التطبيق؟ التطبيق هذا أستاذة يعني يدور مع علته، لأن بعض الأحيان احنا طبعا لغايه دلوقتي احنا بنراه على الموتى فقط، يعني اللي هو بيغير العين بعد ما كانت مغمضه ممكن تبقى يفتحها، بيحرك الوش شويه كان الصوره بتتكلم معاك، يعني هذا قلنا بالضوابط لا شيء فيه فهو جائز، لكن اذا جيت وسائل اخرى زي مثلا تركيب صوت على صوره، يعني يخلي الإنسان يتكلم اللي هو برمجة التلاعب بالصوت، هل معنى ذلك إن هذا يكون مباح؟ لا طبعا، لما يظهر صورة ويجيبها لي في مكان مثلا يحطها في مكان جريمة من الجرائم ويلفت المتوفى أو غيره جريمة، لا طبعا غلط. فإحنا بنقول إن الأمور مباحة نعم ما دام إن في ضوابط. بس شيخ عطية، حضرتك قلت حاجة دلوقتي، قلت موضوع إن ممكن يتركب الصوت على الصورة، طب إيه الحرم؟ يعني مثلا لو أم زوجها توفى والطفل كان صغير قوي، فهي عايزاه مثلا يتكلم، ده لو حصل ده يعني ان الصوره او ان الاب المتوفي يقول له كلمه او حاجه، ايه الحرمانيه في ان انا اخلي الصوره يعني يتركب صوت عليها؟ هو طبعا الميت له حرمه لابد ان نراعيها، احنا بنتكلم في اشياء قد تفضي الى اتهامات جزافا، يعني انا دلوقتي لما اتلاعب بالصوت ممكن يستخدم الصوت مثلا ان فلان اوصى بشيء وهو ما وصاش ولا حاجه، ممكن يتكلم عن اشياء مثلا ده ياخد كذا ده يمنع من كذا ويقول لك ان ديت وصيه وصى بها، لا طبعا ما ينفعش الكلام ده. احنا عندنا استاذ هذا الحكم، عندنا المحرمات انواع، هناك محرم لذاته، شيء محرم لذاته وهناك محرم لغيره، فاحنا بنعتبر التحريك الصور ديت لو فيها حرمة هتبقى حرمة للخير، هي في ذاتها مباحة، لكن حينما ننظر إلى المقصد أنت بتستعمل الصورة في إيه، حينما ننظر إلى المقصد وإلى الهدف وإلى الغاية نقدر نحكم عليها هل هي محرمة أم أنها حلال، فليس الحلال على الإطلاق لأن أستخدم الصورة وأعمل فيها اللي أنا عايزه، إنما إذا كان في نطاق إن هو بيحرك عضو من الأعضاء، إن بيحرك إيديه، إن بيحرك راسه، إن بيحرك عينيه أو يعني بيفتح عينه أو غيره، بيحرك جسمه، مفيش مشاكل خالص إلا إذا كان هناك اعتداء أو اتهامات أو تشهير أو اعتداء، ففي الحالة دي بنوقف والشرع بيحرم ذلك مطلقا. يعني التطبيق يجوز استخدامه بالشروط وبالالتزام بالشروط وعدم الإساءة إلى المتوفي. بشكر حضرتك وبشكر وجودك معنا. يعني أي شيء جديد إحنا اللي بنخليه شيء ممتع أو بنخليه شيء يعني ملوش لازمة، إحنا اللي بنحدد إيه اللي ممكن يسعدنا من الحاجة الجديدة اللي ظهرت زي تطبيق تحريك صور الموتى أو إنه هو ممكن يقلبنا. يعني الموضوع من ناحية الدين خلاص
دار الإفتاء قالت كلمتها، أما من الناحية النفسية فالموضوع لحضراتكم، إن لازم تبقوا متأكدين إن التطبيق ده مش هيسبب لكم أي ألم ولا وجع ولا يرجع تاني الأحزان والألام الفراق، وممكن إنه يسبب مرض. هشوفكم بعد الفاصل. كل يوم الصبح بنصحى على قضية جديدة وقصة جديدة وموضوع وحكاية عن التحرش. ظاهرة التحرش بقت ظاهرة مش عادية، كنا زمان بنتكلم عنها إنها حالة فردية، لكن ما بقتش حالة فردية. كنا زمان بنقول إن التحرش أصله له أسبابه ونقعد نقول الأسباب، لكن دلوقتي لما التحرش يبقى مع أطفال إزاي؟ إيه الأسباب؟ آخر قضية ظهرت ويعني هزت الشارع المصري كانت طفلة المعادي وبعديها فتاة المترو. إيه اللي خلى في مجتمعاتنا المصرية بقى فيه انتشار كبير للتحرش؟ أسئلة بتفرض نفسها، يا ترى السبب اضطرابات نفسية؟ طب ما هو الطفلة المعادي ما كانش عنده أي مشكلة نفسية. بطالة؟ طب ما كان بيشتغل. مش متزوج؟ كان متزوج وعنده أولاد. إيه المشكلة؟ ايه المشكلة اللي بتخلي بناتنا يتعرضوا لمثل هذا يعني انا مش عارفة اقول يعني هذا الفعل الغير آدمي. الموضوع مش موضوع قضية طفلة المعادي بس اللي ظهرت مؤخرا ولا فتاة المترو، الموضوع بقى منتشر بشكل مش طبيعي. كل يوم وكل ساعة وكل لحظة بناتنا ماشيين في الشارع مفيش أمان، مش حاسين إن هم في أمان. موضوع التحرش أعتقد إن زي ما قلت من الأسئلة اللي فرضت نفسها، اضطراب ولا بطالة ولا مرض عقلي ولا قلة الجواز ولا المشكلة فين؟ أنا بقول المشكلة فينا. عارفين ازاي؟ ان احنا بنسكت على المتحرش، بنسكت ونقول نستر عليه. التعليقات اللي اتكتبت على قضية طفلة المعادي ان حرام وكفاية ونستر عليه، نستر عليه في ايه؟ نستر عليه وهو بيضر طفلة وبيأذيها نفسيا. موضوع التحرش ده بقى في المدارس، بقى في المواصلات، بقى في الشارع. فين المكان اللي الآمن اللي تقدر أي بنت أو ست أو تقدر الأم إنها تسيب طفلها؟ فين؟ في النادي بيحصل، في الحضانات بيحصل. التركيبة دي، تركيبة المتحرش دي بتكون إزاي؟
ايه اللي يوصل انسان انه يبقى انسان واقر، والاطباء قالوا ان هو مش مريض نفسي، يعني قالوا ان هو مش مريض نفسي، انسان بيعمل له زوجه له اولاد ميسور الحال مثقف انه يتحرش بطفله. ده اللي ظهر، ده اللي ظهر وظهر لينا. شوف في اليوم الواحد في الشارع المصري كم بنت وكم طفل بيتعرضوا للتحرش. المفروض نعمل ايه؟ المفروض نقول لاولادنا ايه؟ المفروض ننبههم ونعلمهم؟ المفروض يبقى في كلاسات في المدارس بتعلم الولاد ازاي يحموا البنات، ازاي يحموا نفسهم؟ المفروض ان احنا نفهم ونعرف بناتنا انها تدافع عن حقها، وانها ما تسكتش لما تتعرض لاذى من بني ادم ما اقدرش اقول عليه انه انسان. انا شايفه ان العلاج لازم يكون من الشارع المصري، ان احنا ما نسكتش لما يكون بنت بتتعرض لتحرش ونسكت، وان احنا نقول نستر عليه. ده مش ستر، ده بيأذي انسان، بيوجه له ضرر مباشر بيأثر عليه طول عمره بعقدة، بأزمة نفسية بيفضل يعاني منها طول حياته. الستر عمره ما كان في الأذى وضرر الغير. أنا موجود معايا الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. حضرتك بتشوف إزاي انتشار ظاهرة التحرش في مجتمعنا مؤخرا؟ هو للأسف بقت منتشرة جدا، ولا سيما دلوقتي بقى في أشكال جديدة من التحرش. يعني التحرش عبر وسائط الانترنت والمواقع التواصل الاجتماعي والتتبع، دي كلها حاجات جديدة ودخيلة على المجتمع ما كانتش موجودة. طب ايه سبب انتشارها بالشكل ده؟ يعني هو انتشارها بيرجع لأسباب كتير جدا. يعني حضرتك لما تشوفي اللي بيتحرش ده بيتحرش ليه، بتلاقي ممكن يكون نمط الشخصية بتاعه شخصية سيكوباتية. يعني واحد عنده إجرام اجتماعي بيعمل سلوك مضاد للمجتمع. بطبيعته عنده كره للي حوالين منه، عنده حقد اجتماعي. في بعض الأحيان بيكون هو شخصيا تم التحرش بيه وهو صغير، فبيعمل بما يسمى بإعادة إنتاج السلوك، يعني بيحاول يعيد السلوك بتاعه تاني. طب هو يا فندم في فرق بين الاضطراب السلوكي والاضطراب النفسي؟ هو في فرق بين حاجتين، ان يبقى مجرد اضطراب سلوكي زي ان هو يكون عنده مثلا بيدوفيليا اللي هو هوس العشق بالاطفال، ده اضطراب. انما ما بيوصلش للمرض النفسي. يعني اضطراب صاحبه بيعاني منه، انما وانس ان هو عمله على ارض الواقع بيتحول لجريمه. يعني ولازم يتعاقب. يعني ما نقدرش نقول على المتحرش ان هو عنده اضطراب نفسي. عنده اضطراب سلوكي. سلوكي. انما مش مرض نفسي. مش مرض نفسي. لا اطلاقا مش مرض نفسي. طب ازاي ان يعني ده ما يتمش ان هو يكتشف من بدري؟ يعني مثلا لو الحاله بتاعت طفله المعادي اللي احنا بنتكلم عنها، المتحرش انسان طبيعي شكله طبيعي بيشتغل عنده زوجه عنده اولاد، يعني ازاي كل اللي حواليه بيشهدوا له بالاخلاق بالتصرفات الطيبه، فازاي حاجه زي كده ما تبقاش ظاهره؟ بص حضرتك، الاضطراب بتاع التحرش بيكون ليه مظاهر لابسه طاقية لخفه. يعني لابسه طاقية لخفه؟ وضحها لي. هقولها لحضرتك عشان الناس تعرف. مثلا
بتلاقيه دايما عنده انخفاض في السيلف كونسبت او انخفاض في مفهوم نحو ذاته، بالرغم ان هو ناجح وشخصيه كبيره بيتخالف مناصب اجتماعيه، لما تيجي تناقشيه تلاقي عنده انخفاض في مفهوم نحو ذاته، شايف ان هو اقل من الاخرين. في الغالب بيكون شخصيه عندها تاريخ من الاعتداءات الجنسيه وهو صغير، من وهو صغير بتلاقيه بيتحرش، بتلاقيه شخصيه لا تتسم بالدوام في علاقاتها الانسانيه، يعني شخص مراوغ. بتعرفي هو بيحكي، هتلاقيه هو في ابتدائي كان بيغش في الامتحانات، وهو في سن المراهقه كان بيعرف اكتر من بنت ويتلاعب بمشاعرها، لما كبر خطب مره واثنين. يعني تاريخ من المراوغه في العلاقات الانسانيه. بتلاقيه دايما عنده عزله اجتماعيه وشعور بالنبذ الاجتماعي. يعني ما تلاقيش علاقاته الانسانيه كتير. في الغالب بيفتقد الدفء الاسري، حتى لو متجوز بتلاقي عنده مشاكل اسريه، بتلاقي ما فيش علاقه انسانيه سليمه وقويمه بينه وبين مراته. بيفتقد الحب، لان هو خدي بالك هو هنا يعني هنا طبيعية. طب يعني لو حضرتك بالنسبة للأمهات اللي بيسمعونا دلوقتي والبيوت، لو إزاي الأم مثلا تكتشف إن ابنها أو بنتها عندها اضطراب سلوكي؟ بص حضرتك، بيبان في الطفولة في حاجات رفيعة قوي. زي إيه؟ أهمها تلاقي الطفل وهو صغير عنده عدد دائم بالأعضاء. يعني الأطفال الصغيرين ساعات بنشوف يبقى عنده عبث بالاعضاء، وتلاقي الام بتضحك والاب مبسوط ومعتقد ان الولد كبر، ده مؤشر انه رايح في اتجاه الاعتداءات الجنسيه. طب يتعاملوا ازاي؟ يتعاملوا ازاي؟ يعني الحاجات اللي حضرتك بتذكرها دلوقتي يتعاملوا معاها ازاي؟ التربيه يا فندم، في حاجه اسمها عيب، في حاجه اسمها كخ يا حبيبي ما تعملش كده تاني، في حاجه اسمها ان انا بشغله بلعبه او بحاجه فبيسيب السلوك اللي المفروض بيحصل عنده تثبيت، ده مهم. مهم برضو ان انا لما الاقي ابني بيحترم الجسد ويحترم الخصوصيات بيطلع شخصيه سليمه. لما الاقي الولد ده بيدخل اوضه النوم من غير ما يستاذن، بيخش الحمام بيقعد فترات طويله، بيبص دايما على الحاجات الغير مرغوبه اللي هو عنده جنس تلصصي، دي كلها يعني الموضوع برضو يا دكتور يعني برضو مبني على الأسرة وعلى اهتمام الأب والأم بالولاد من الصغر، واكتشاف كل المشاكل اللي ممكن ان هم تكون حاجة يعني شيء كارثي بالنسبة لهم فيما بعد لما بيكبروا. بشكر حضرتك يا فندم وبشكر وجودك معنا. موضوع التحرش لازم يكون البداية من الشارع المصري، ان لازم كلنا نتكاتف مع بعض، ان احنا يكون لينا موقف ثابت بالنسبة للمتحرش، لازم نعرف بناتنا ان هم ما يسكتوش، لازم نفهم ولادنا والاطفال بالذات البنات والولاد ان في مناطق في جسمك ما ينفعش حد يجي جنبها، ولازم يبقى في توعيات داخل المدارس وداخل الحضانات من سن يعني صغير، عشان نقدر ان احنا نحمي ولادنا ونحمي بناتنا. وبقول من خلال ساعة مع نبال إن لكل بنت ولكل ست بتسمعني ما تسكتيش، الموضوع ده مش هيتم الانضباط فيه ولا هنرجع الشارع المصري الست بتمشي في أمان زي زمان، مهما كانت لابسة ولا مهما كانت ماشية الوقت إمتى، إلا بوقفتنا وبرفضنا لهذا السلوك. أشوفكم بعد الفاصل.
من الحاجات اللي صرحت بيها وزارة التضامن الاجتماعي إن الحشيش من المخدرات اللي يعني أعلى نسبة تعاطي موجودة في مصر، ويعني وإن 45% من اللي بيتعاطوا الحشيش بدأوا من سن 15 سنة. تخيلوا 15 سنة بدأوا يشربوا الحشيش. يا ترى ليه؟ يا ترى ايه اللي بيحصل في المجتمع المصري؟ علشان انا بقول ان هو طفل مراهق يعني 15 سنة يبدأ يشرب الحشيش، وازاي النسبة تبقى 45%؟ طب فين الأب والأم؟ طب فين البيت؟ طب تعالوا بقى نبتدي الحكاية. الحكاية إن كل القضايا اللي ظهرت على السطح واللي احنا بنتكلم فيها واللي بتعمل ترند على مواقع التواصل الاجتماعي كلها جاية من مصدر واحد، وهي الأسرة. الأسرة اللي انشغلت بحاجات كتير، أب وأم انشغلوا بصراعات بينهم وبين بعض، ومين فيهم ينتصر ومين فيهم هيبقى الأقوى. أب وأم انشغلوا ان هم بيفتشوا ويدوروا ورا بعض من الغيرة ولا من الشك، ولا ان جوزها اتجوز عليها ولا ما اتجوزش. من اب وام كل تفكير الست ازاي تحط مراقبة وراه، وطبعا التطبيقات الحديثة اللي ظهرت في المجتمع في الفترة الأخيرة سواء عن طريق الواتساب ولا عن طريق النرائب التليفون ولا، وطبعا حضراتكم أدرى بكتير يعني بكل اللي أنا عايزة أقوله. الأب والأم انشغلوا، الأب والأم كل واحد دور على الألم اللي عنده، ومن هنا بدأت تتفاقم المشاكل وتتفاقم القضايا اللي عمالة تظهر وعمالة تعمل ترند. أنا موجود معايا الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير على حضراتكم. أهلا بيك. يعني حضرتك شفت التصريح بتاع وزارة التضامن الاجتماعي ان يعني 45% من بدأوا يشربوا الحشيش من سن 15 سنة، وان اعلى مخدر بيتم تناوله هو الحشيش. حضرتك بتشوف الظاهرة دي ازاي؟ الحقيقة حضرتك تفضلت ده التقرير الخط الساخن عندنا في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. تمام. اللي من خلاله احنا بنقدم العلاج بالمجان والسرية تامة من خلال رقمنا 16023. تمام. والحقيقة احنا بنصدر تقرير يعتبر كل 3 شهور بنرصد فيه عدد الاتصالات الهاتفية وعدد المرضى اللي ترددوا على الخط الساخن بمستشفياتنا كلها بالكامل على مستوى الجمهورية، وكمان بنرصد من خلاله الفئة العمرية اللي هي تدخلت في هذا الأمر، وايضا بنرصد نوع المخدر، لان المريض لما بيتصل بيا على الهوت لاين عندي انا بساله ايه اهم انواع المخدرات، بدات امتى، كان من سن قد ايه، طب ايه العوامل، طب انت تاخدها متقطع ولا مع حد تاني. يعني بقى في اسئله كتيره جدا مع الحالات اللي بتكون وارده لينا علشان نقدر ان احنا نشتغل في الفتره اللي بعدها على طول وقائيا بشكل علمي وهادف. يعني احنا بكل 3 شهور نبقى عارفين ان احنا لازم نركز في الفتره اللي بعدها على ان احنا نفهم. طب الخطه الاستراتيجيه يعني لمكافحه تعاطي المخدرات يا فندم، يعني بتحطوها ازاي؟ احنا عندنا خطه استراتيجيه بنعملها كل 5 سنوات بناء على مسح قومي شامل بنعمله على مستوى الجمهوريه. والحقيقه ان احنا مؤخرا اطلقنا نتائج المسح القومي امام فخامه رئيس الجمهوريه، واللي اكد على ان حجم التعاطي وحجم الادمان قل عن الخطه الاستراتيجيه اللي كانت في 2015 نتيجه في بعض الجهود اللي تمت. وبناء عليه يعني وضعنا استراتيجيه جديده من 2020 الى 2025، وتم عرضها امام فخامه رئيس الجمهوريه من حوالي شهر،
وحاليا احنا يعني دائمين على تنفيذ تلك الاستراتيجيه، وبتعتمد الاستراتيجيه ديت على استهداف الاطفال والشباب والاسر والمجتمعات الصناعيه الكبيره والقرى المطوره، وان احنا كمان من ضمن خطتنا ان يكون في مستشفى لعلاج الادمان في كل محافظه من محافظات الجمهوريه. انا بشكر حضرتك يا فندم، وبشكر وجودك معانا في ساعه بعني بال. عايزه اقول ان حلوه قوي الحاجات، كل المعلومات اللي بنسمعها والاحصائيات واللي احنا بنقدر يوصل لنا والخطط وكل الحاجات والجهود اللي بتتعمل علشان نقدر نغير الواقع او نغير المشاكل اللي احنا موجودين فيها. لكن انا عايزه اقول ان مفيش اي حاجه هتتغير الا لو الاسره اتغيرت. بقولها مرارا وتكرارا، مفيش تغيير الا بوجود اسره سليمه، بناء الاسره بناء المجتمع. كل المشاكل اللي ظهرت على السطح زي ما قلت كلها نتاج الأسرة. ده من الحاجات الغريبة اللي بتتقال، يطلعوا يتكلموا ويقولوا رجالة زمان غير رجالة دلوقتي. طب قبل ما تسألوا رجالة زمان غير رجالة دلوقتي ليه، تعالوا كده استرجعوا معايا بيوت زمان كانت عاملة ازاي. الأم زمان كانت ازاي؟ الأم كانت حياتها بيتها وولادها، حياتها تربيتهم، فرحة قلبها وعينيها إن هي تشوفهم ناجحين قدام عينيها، هي دي الثمرة اللي بتجنيها بعد الشقة والتعب والمجهود. الأم كانت موجودة في البيت بتراعي ولادها، كانت متدينة ومثقفة وفاهمة بالفطرة. وعلى فكرة أمهات زمان برضو كان منهم اللي بيشتغل. لكن رجالة دلوقتي اختلفوا لأن أمهات دلوقتي اختلفوا. الأم بتفكر في إيه؟ بتقعد في بيتها قد إيه؟ بتعرف مشاكل ولادها؟ بتقرب منهم؟ بتراعيهم؟ بتتابعهم؟ الرجالة بتوع زمان ما اختلفوش عن رجالة دلوقتي، لكن أمهات زمان هم اللي اختلفوا عن أمهات دلوقتي. أنا موجود معايا فيديو على الشاشة دلوقتي عن تطبيق وتحريك صور الموتى. أنا بشوف حقيقي إن الموضوع يعني مؤثر جداً، يعني فكرة إن الواحد يشوف حد من أنا بتفرج معاكم، يعني يشوف حد من الناس اللي بيحبهم وافتقدهم وكأنه بيكلمه أو بيضحك له أو بيبتسم ليه، لا الموضوع مش سهل أبدا. يعني أعتقد إن نفسيا ممكن يسبب مشاكل كتير وممكن يسبب حالات اكتئاب كتيرة. فيعني أرجوكم استخدموا التطبيق بحذر، ويعني ولازم تبقوا متأكدين إن مش هيحصل تأثير سلبي على الناس المحيطين يعني بيكم، لأن ممكن صورة زي دي زي ما قلت إنها ترجع الأحزان تاني وترجع الألم والوجع، وإحنا بالذات لو افتقدنا أب زي ما قلت أو أم أو زوج وزوجة بتحبه، ده ممكن يرجع مشاعر صعبة جدا، وممكن لو هي قدرت إنها تعديها قبل كده دلوقتي ممكن يبقى الأمر عليها صعب.
في ختام ساعة مع نبال، عايزة أقول إن كل القضايا اللي بتظهر والترندات اللي احنا بنقعد نقول ترند وعمل مشاهدة قد كذا وكل الحكايات اللي بنقولها، عايزة أقول إن كل القضايا دي جاية مصدرها الأساسي من الأسرة. رجالة زمان ما اختلفوش عن رجالة دلوقتي، لكن أمهات زمان هم اللي اختلفوا عن أمهات دلوقتي. عايزين نرجع الأسرة تاني لمجتمع، عايزين نرجع أب وأم، عايزين نربي ولاد ما يكونش عندهم اضطرابات سلوكية ولا عندهم مشاكل، عشان يبقى فيه مجتمع قوي سليم. أشوفكم على خير.